السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب مصر الغاليين القسم الأدبي والعلمي. النهارده معاكم مستر تامر صفوت. النهارده هنحل امتحان التربية الوطنية. معايا بقى نحل ال 25 سؤال سريعا كده على جريدة الوطن اللي مستمرة معاكم ومش سايبة طلاب الثانوية العامة. طيب السؤال الأولاني كان بيقول إيه؟ تسهم المؤسسات الأهلية، خلي بالك الأهلية المجتمعية، في توعية المواطنين للشروط الضرورية لتطوير وتعميق الممارسة الديمقراطية لديهم. ما سبق يبرهن تفعيل المشاركة السياسية من خلال دور ايه؟ لما اقول مؤسسات اهلية يبقى المجتمع المدني، يبقى ده المجتمع المدني. طب سؤال تاني، الزام جميع الافراد حكام ومحكومين وسلطات الدولة على السواء على احترام القانون كأساس لمشروعية الأعمال، كل الناس تحترم القانون، يبقى دي تعبر عن أي باب من أبواب الدستور؟ هو سيادة القانون، سيادة القانون. تعد قوانين حمورابي، طبعا قلنا حمورابي لو حد فاكر، كنا قلنا حمورابي دي في العراق، يبقى الحضارة البابلية القديمة، لو قال لك معك كان في مصر يبقى دي البابلية القديمة. سؤال أربعة، بعض الأفراد يرى بعض الأفراد إن الحزب السياسي لا ينشأ من فراغ، لابد أن يكون له مرجعية دينية يعتنقها يخالف الرأي السابق. مش احنا قلنا من شروط الأحزاب لا يتبع طائفة أو جهة دينية أو حزب معين لديني؟ يبقى خلي بالك من الحتة دي، يبقى ده يخالف القيم على الأسس الدينية، مفروض ما يقومش على الأسس الدينية ولا عقائدية ولا طائفية. طيب خمسة، مجموعة من الأشخاص جمعتهم مصالح ومعتقدات وطنية، نظموا أنفسهم، يبقى مجموعة منظمين بشكل رسمي، وحشدوا مواردهم بغرض ممارسة السلطة السياسية عشان يشتغلوا في السياسة، يبقى ده مفهوم الحزب السياسي، مجموعة منظمة هتشارك في العملية السياسية، الحزب السياسي. تبدأ التربية السياسية في مرحلة مبكرة من العمر وتستمر ليتكون لدى النشأ وعي سياسي إيجابي، يعني المفروض من وإحنا صغيرين نربي الشباب والأطفال على السياسة. تدعون العبارة إلى تجنب إيه؟ تدعو العبارة إلى تجنب إيه؟ التربية السياسية السلبية، التنشئة السياسية السلبية، مفروض ما نخليش العيل سلبيين من صغرهم. طيب سبعة، الوسيلة التي يتمكن بها أفراد المجتمع من التأثير الإيجابي في القرارات السياسية، يبقى أنا ليا دور في السياسة، هشارك في السياسة، ليا تأثير في السياسة، يبقى دي سميناها المشاركة السياسية. سؤال تمانية، كلما تحدى الإنسان نفسه كلما تطور ووصل لأهدافه، تصف العبارة أحد مبادئ الأحزاب السياسية، أنا بتحدى يبقى تنافس، يبقى مبدأ من مبادئ الأحزاب التنافس. سؤال تسعة، العمل المدني في السياسة من خلال العضوية في المنظمات، هشترك في منظمة والحضور والمشاركات في الحملات الانتخابية، لا كده أنا بقيت داخل حزب، هشارك في الانتخابات، يعني أنا كده هقف وأشوف أيد مين، لا يبقى أنت كده مش بتقول صوتك وتمشي، ده ممارس سياسة، خلي بالك من الحتة دي، ناس كتير حالتها مهتمون لأي ممارس سياسة. خطوة يتم فيها حصر وتسجيل من ينطبق عليهم شروط الانتخاب في سجلات، يبقى احنا اول خطوة اللي هي قيد الناخبين، قلت لك اول خطوة قيد الناخبين، اهم خطوة كانت الاقتراع، اخر خطوة اعلان النتائج، يبقى دي اول خطوة بنكتب اسماء الناس اللي ليهم حق الترشح او الترشيح، يبقى قيد الناخبين الخطوة الاولى. 11، الاعتراف بوجود تنوع في مجتمع ما يقبل وجود عدة دوائر اختيارية، لازم في اختيارات، يبقى لازم في تعددية سياسية، احد مقومات الديمقراطيه التعدديه السياسيه. يقول اللورد يسترفيلد، واظب وثابر او ثابر وستجد ان معظم الاشياء قابله للتحقق، يبقى لازم حاجه حقيقه، دي اني نقطه من خصائص الاحزاب، السعي الى السلطه، لازم تحقق اللي انت عايزه، يبقى هدف الحزب التحقيق، السعي الى السلطه عشان ينفذ اهدافه. سؤال 13، القانون يضبط العلاقات بين الناس، كلمة يضبط يعني يتحكم ويسيطر، يبقى دي أنا نقطة من خصائص القانون، ده منظم، خلي بالك مش عام ولا خاص ولا اختياري، منظم. انفراد الشعب بوضع دستور بواسطة هيئة منتخبة بطرق ديمقراطية، هيئة منتخبة يبقى اللجنة التأسيسية، هيئة منتخبة يبقى اللجنة التأسيسية، ده نوع من أساليب الدساتير الديمقراطية، اللجنة التأسيسية. عارف لو كان قالك للشعب كنا قلنا للسفتين. 15، تختص بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مين اللي بيقول الدستور يبقى، مين اللي يقول القانون ده دستور مش دستوري؟ اللجنة أو المحكمة الدستورية العليا، يبقى هنا محكمة الدستورية العليا. مجموعة من المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك التي تحدد المؤسسة العليا، المؤسسة العليا خلي بالك، لتنظيم حياة الإنسان ويقتصر على الجزاء المعنوي، بكده بقى أخلاق، يبقى دي مفهوم الأخلاق. سلوك يصدر عن مجموعة من الأشخاص ويتكرر في مناسبات أخرى،
حاجات احنا بنعملها وبنقعد نقرر الى الحد الذي يتولد معه الاعتقاد العام لضروره احترامه. لازم نحترم هذه الحاجه اللي بنقررها كده، عرف. ما انا ما جبتش الشريعه ولا تشريع ولا عرف. 18. نشأت في العصور التاريخيه القديمه والوسطى، وكانت تنص على مبادئ المشاركه والانتماء بين المواطنين. في مشاركه وانتماء بيننا، يبقى بتكلم على المواطنه. سؤال 19. اكد دكتور عطاء شقيف في احدى الدراسات ان المشاركه في احدى الدراسات ان المشاركه السياسيه تزيد من تقدير الفرد لذاته. دكتور عطاء بيقول يعني انت هتحس بنفسك، يبقى دي دوافع نفسيه للمشاركه في العمل السياسي. احد دوافع المشاركه السياسيه دي ناحيه نفسيه. يرى ديبونو ان اهم الموارد البشريه قدرة الفرد على كسر القيود والأنماط المتكررة. يبقى أنا مش عايز أعمل حاجة متكررة، أنا عايز أكسر القيود يعني أعمل حاجة مميزة، يبقى إتاحة الفرصة للإبداع. سؤال 21. يرى بيركليز، وأنا ده تبع اليونان، الشعب أن يحكم نفسه بنفسه ويعيش جميع المواطنين بحرية. يبقى ده كان في الحضارة اليونانية القديمة. قلت لك سولون، بيزاستراتوس وبيركليز، خلي بالك منهم، الناس اللي كانوا متابعين معانا. سؤال 22. تشدد الافراد من وجهات النظر السياسيه، ده أني تحدي من الديمقراطيه. واحد متشدد يبقى متعصب، يبقى التعصب الفكري. سؤال 23. الشعب هو الموكل والنواب وكلاء عنهم يعبرون عن ارادتهم وتصرفاتهم، يبقى دي ديمقراطيه غير مباشره، حد بنيابه عني، اللي هي الديمقراطيه النيابيه اللي هي النواب. سؤال 24. يتولى مجلس النواب وفقا للمادة 101 من الدستور الرقاب على أعمال السلطة التنفيذية من خلال الاستجوابات وطلبات الإحاطة. نستخرج من العبارة أحد أهداف الأحزاب السياسية إن هي بتدعم الديمقراطية، بتاخد رأي ورأي آخر وتشوف من الصح، تعمل استجواب، يبقى دعم الديمقراطية. سؤال الأخير. قيام الأحزاب، العديد من الأحزاب بعمل أو قيام بعمل ندوات حول الشأن العام ومفهومه ومن لهم حق التحدث فيه. يبقى أنا عايز أتابع الناس وعايز أوعيهم سياسيا، يبقى دي اسمها التوعية السياسية. دول كان 25 سؤال التربية الوطنية. أعتقد الامتحان كان كويس معاكم إن شاء الله لغاية ليلة الامتحان في الفلسفة والمنطق على جريدة الوطن. أشوفكم على خير، السلام عليكم.